احيانا العامل هذا غير يحتم عليك امور انك تخدم في ظروف عائليه صعيبه، ظروف من ذاك تتحتم لي الخدمه في الليل، يعيطوا لي في الليل نخدم خدمه في الليل، نخلي ولادي في الباب يستناو فيا في الدور هذا ليلا ونهارا وعلى مدار الاسبوع على مدار السنه، وحياتنا في خطر ورانا نعملوا كما نقولوا دون توقف. الكهرباء خطير في كل وقت، والمواطن عندما تنقطع الكهرباء ما هو لازم الكهرباء وما على بالوش انه كاين امور بزاف اللي تسبب انقطاع الكهرباء، الربط بالشبكه الكهربائيه لو كان يصرى اخطاء او نقدر كما نقولوا تصرى اتلاف اجهزه للمواطنين. لابد من اللباس، لابد من حزام الامان، لابد من الحذاء، لابد من الخوضه. ما لازمش كل واحد وحده، لازم نعملوا بمجموعه. لانه فرض لانه لو كان يغلط واحد يذكر الاخر. اللي تواجهنا في الميدان اننا نبقى مجندون ليلا ونهارا ورجال واقفون لضمان تمويل المواطن بالكهرباء.